تزلزلني لما بشوفك حلو محلى وصوفك عليك جاذبي تجنين الأغلبية أول هما تقدم وأقول أنا مغرم بيك أنا والله مغرم بيك. خويا حسن عطيني شي حاجة مغربية. برافو اللي برافو لي عرفتي تمثل عليا وعرفتي تخليني نبغيك. برافو عليك برافو علي ما ظنيتك شي يوم تعيشني موهوم ولا عشرة تهون عليك. عمرني ما كنت معك أناني ودي ما تلقاني في الشدة والضيق أنا اللي نواسيك أنا. برافو عليك برافو عليك خويا حسن تبارك الله عليك. فين هاد الغبرة غبرتي؟ هي كاينه غبرة يمكن أنا فاش جيت من مصر غبرت شوية باش نحاول نقدم واحد اللون غنائي تاني مختلف. يعني من أغنية بدي أشوفك الأغنية لا علاقة برافو عليك أنت طبعا إسماع مميز الأرارة حتى دابا غبرت شوية باش نحاول ندير تاني لون آخر اللي يقدر يوالم تاني يوالمني في الفكرة ديالي اللي باغي نعطيه. يعني حسيت أن أنا باش نعاود نعطي تاني شي عطاء آخر كان خصني واحد الوقيتة شوية فراغ باش نعرف نفكر شوية. واخا خويا حسن غنبداو معاك من الاول قبل ما نبداو الحوار. درنا واحد الدردشه خفيفه لقينا راسنا كنتعارفوا اكيد كنقرب واحد خويا هذه بالنسبه لي انا مفاجاه. مرحبا والف مرحبا. انا ولد سيدي عثمان تي يعني كنتحسبوا على الزيرو كات جوج ولد الزيرو كات ولد الزيرو كات تزاديتي في سيدي عثمان في الزيرو كات قريتي تما كبرتي تما ودرتي المعهد ديال ديك الساعه كان سميتو المركب الثقافي بنسيك اللي دابا هو كمال الزبدي. قريت في المركب الثقافي بنسيك انا ديك الساعه عاودينا على وانا كنقرا يعني كنا الحمد لله يعني هما يعني كانوا المسؤولين تما كيعرفوا ينقبوا ملي كتكون شي مناسبه او شيء من هذا القبيل تيشوفوا اللي عنده مثلا الموهبه فكانوا قدموا لنا اول مره كنغني غنيت اغنيه وطنيه كانت من الحان استاذي الراحل الاستاذ احمد الحناشي ومن ثم بدات لان كنت او ميم طون باغالي كانت بدايه علاقتي بالراحل السيد محمد الحياني. عقل على الاغنيه الوطنيه اللي كنتي غنيتي انا لا ذكر منها شي حاجه ولا والو عقل على شي حاجه الى الامام بالبلاد ترررا الى الامام في اتحاد ترررا الى الامام كلنا شبابنا وشيبنا الى الامام بالبلاد وعاد الكوبريهات كان الزمن جميل اخويا حسن. كانوا يعني المسؤولين ديال المناطق وفي الجماعات وفي هذا كيقلبوا على المواهب عند تلاميذ ديال المدارس ديال الاعداديات. شنو وقع دابا فين هو داك المركبات الثقافيه دور الشباب؟ دابا السوشيال ميديا بدلات كلشي يعني سهلات المواضيع يعني اللي كيبغي يقدم نفسه دابا كيقدم نفسه يمكن من الكونت ديالو من اي حاجه كيتشاف. بكري ما كانتش هذه المساله هذه كان خصك تدوز ضروري المعهد خصك تقرا فيه باش تاثر بعدا باش تعرف راسك اش كتغني وتعرف راسك انت من المنطقه في الغناء وواحد الحافز حتى ملي كيجي مسؤول كيقول لك انت راه عندك موهبه بغينا نقدمو كان هذا هو كان عنده واحد ذو الشعر صراحه يعني كنتي كتحس براسك يعني كتحس بدك الموهبه ديالك راه كاين اللي يقدرها. انا ما نعاودش لك نهار اول مره غنشد الميكروفون ونغني قدام الجمهور كانت في المعهد انا ما نعاودش لك الخلعه اللي كانت فيه.